بعث رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي برقية تهنئة إلى رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية بنما فرغاس سنتيلا خايمي إدغاردو بمناسبة احتفالات شعب بنما الصديق بعيد الاستقلال. كما بعث رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى رئيس مجلس النواب بجمهورية كمبوديا جوزيف إسحاق بمناسبة احتفالات بلاده بعيد الاستقلال. ناقش اجتماع مشترك بمجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس وضم قيادات اللجان السياسية والعلاقات الخارجية المالية الاقتصادية البيئة والسياحة بالمجلس، ناقش السبل الكفيلة بتنفيذ الموجهات العامة للحملة الوطنية لمناصرة الأقصى. واستعرض الاجتماع بحضور نائب رئيس المجلس محمد حسن الدراء الأولويات المعدة من قبل اللجنة المجتمعية بالمجلس المتعلقة بتنفيذ موجهات الحملة وبما يسهم في الدفع بأبناء المجتمع لمساندة الشعب الفلسطيني بكافة السبل المتاحة وتفعيل المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية والإسرائيلية والغربية. وجدد الاجتماع الإشادة بالعمليات التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية على أهداف لكيان العدو الصهيوني في الأراضي المحتلة، وندد المجتمعون باستمرار الكيان الغاصب بارتكاب المجازر الوحشية بحق الشعب الفلسطيني. كما استعرض الاجتماع خطط نشاط اللجان الأربع للعام 1445 للهجرة وبرامجها التنفيذية والتقارير التقييمية للجان للربع الأول من العام الجاري. واستمع الاجتماع إلى عرض رؤساء اللجان حول المواضيع المدرجة ضمن خططها. وفي الاجتماع ثمن رئيس المجلس حرص القيادة الثورية والسياسية على تقديم كل سبل الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة في سبيل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. وشدد العيدروس على أهمية الالتزام بتنفيذ ما ورد في خطط اللجان من مهام وتقديم المشاريع الموكلة لكل لجنة وفقا للخارطة الزمنية المحددة.